السلام عليكم، تحية طيبة لكل آبائي وأمهاتي المتقاعدين، مستمرين بتغطية سلسلة التقاعد الموحد. والآن الفقرة القانونية الخاصة بمتى يحق الموظف هو شخصيا يطلب إحالته على التقاعد، شنو الشروط؟ هذه بينت أن المادة 12، طبعا هذه المادة 12 اللي هي موجودة بقانون 2014 اللي ما تم تعديلها، للموظف يمتى إلى حق يطلب أنه يحال على التقاعد بالحالات التالية: للموظف أن يطلب إحالته على التقاعد إذا كان أكمل 50 من العمر، يعني عمره 50، وإذا كان عنده خدمة ما تقل عن 25 عام، بهاي الحالة إلى حق يقدم الإحالة على التقاعد. بعد ثانيا للموظفة المتزوجة، يعني إذا كانت أكو موظفة وهذه الموظفة متزوجة أو أرملة أو مطلقة الحاضنة لأطفالها، أن تطلب إحالتها على التقاعد، لكن أكو شروط. شنو الشروط؟ أن لا تقل مدة خدمتها عن 15 سنة. بعد شنو؟ أن لا يقل عدد أطفالها عن 3 أطفال، ولازم ما يزيد أعمارهم عن 15 عام، يعني مو أطفالها أعمارهم 20 و30 سنة وتقول أريد أنا أتقاعد حتى أحضن أطفالي، لا، لازم ما تتجاوز أعمارهم عن 15 عام. بعد شنو؟ يبت الوزير المختص رابعا أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أيا منهم في طلب الإحالة إلى التقاعد المقدم، يعني أنت من تقدم طلب الإحالة على التقاعد وفق هذه الحالات اللي أنا ذكرتها، راح الشخص اللي هو اختصاصه بهذا الأمر خلال 45 يوم، إذا ما وافق لك في أنت تعتبر محال على التقاعد وتستحق كافة الحقوق التقاعدية. يعني مو من حق أي شخص إذا توفرت بيك الشروط هذه اللي موجودة في أولا أو ثانيا، إذا توفرت بيك هذه الشروط ولكن مسؤولك الأعلى قال لك لا أنا ما أوافق لك فيها، مو من حقه. خلال 45 يوم من تاريخ تقديم لك الطلب أنت تعتبر متقاعد، تمام، مجرد توفر هذه الشروط بيك. يعني هنا ذكر والإحكام بيدين أولا وثانيا، يعني هذه أولا وهذه ثانيا أمامكم. في حالة أنت قدمت أنت موفر هذه الشروط، يعني أنت عمرك أكثر من 50 وعندك خدمة 25 سنة وقدم الطلب ومسؤولك الأعلى رفض، خلال 45 يوم أنت تعتبر متقاعد، تمام، أو للموظفة المتزوجة أو الأرملة، هذه الفقرة الثانية إلى آخره، ثانيا إلى آخره. أتمنى أن تكون هذه السلسلة من الحلقات مفيدة إلى حضراتكم. اشترك بالقناة واضغط لايك وطينا كومنت وعلق حتى نقدر نجاوب على أسئلتكم. شكرا جزيلا لروعة المتابعة الجميلة من حضراتكم.